تحية طيبة مشاهدينا، وأهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. قتل 6 مدنيين وجرح عدد آخر جراء ضربات جوية روسية استهدفت قرية مراد في ريف دير الزور الشرقي، كما قتل 4 مدنيين جراء قصف مدفعي من قبل قوات النظام على الطريق الواصلة بين بلدة الكسرة وقرية صغير في الريف الغربي لدير الزور. أعلنت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي خلال كلمتها أمام مجلس الأمن حول التطورات السورية أن الحل المستدام في سوريا يأتي عبر انتقال سياسي لا يسمح بأن يحل النفوذ الإيراني أو الأسد محل تنظيم داعش بعد هزيمته. وقالت هايلي إن الولايات المتحدة ملتزمة بإيجاد حل في سوريا، وعليها أن تضمن وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة التي يصعب الوصول إليها بسبب منعها من قبل النظام السوري. أكد الدكتور أنور قرقاش وزير الشؤون الخارجية الإماراتي أن الحوار هو السبيل الأمثل لوحدة العراق. وكتب قرقاش عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر أن المنطقة جربت المواجهة وتدفع ثمنها حاليا في العديد من الملفات، مشيرا إلى أن الحوار الساعي إلى توطيد الاستقرار هو الخيار الأفضل للدول والشعوب. أعرب رئيس كوريا الجنوبية مون جاي عن إدانته لاستفزازات كوريا الشمالية داعيا إلى حل سلمي للأزمة النووية. ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن جاي خلال لقائه بزعماء الأحزاب الرئيسية في كوريا الجنوبية أنه لا يسمح باندلاع نزاع مسلح آخر في شبه الجزيرة الكورية. أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه يوم الأربعاء أن 56% من الأمريكيين يعتبرون أن الرئيس دونالد ترامب ليس أهلا للرئاسة. وأظهر الاستطلاع أن 51% من الأمريكيين يشعرون بالخجل لأن ترامب هو رئيسهم، مقابل 27% فقط قالوا إنهم يفتخرون به رئيسا لهم. قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن العاصفة ماريا استعادت قوتها وتحولت إلى إعصار مجددا، لكن من المتوقع أن تتراجع قوته قليلا على مدى اليومين المقبلين. وأضاف المركز أن الإعصار بات على بعد 265 كيلومترا شرقي كيب هايتراس في نورث كارولينا، مصحوبا برياح سرعتها القصوى 120 كيلومترا في الساعة. أعلن نادي ريال مدريد الإسباني من خلال موقعه على شبكة الإنترنت تجديد عقد اللاعب الفرنسي رافائيل فاران حتى صيف عام 2022. وأكد النادي الإسباني في بيانه الرسمي مساء الأربعاء أن تجديد عقد المدافع الشاب تم لمدة 5 مواسم إضافية بعد الاتفاق على الراتب الجديد وشروط عقده. نهاية الموجز، في أمان الله. نشكركم على متابعة قناة تلفزيون الآن على اليوتيوب. ليصلكم كل جديد قوموا بالضغط على زر الاشتراك أو سبسكرايب. إن أعجبكم ذلك شاركونا بتعليقاتكم، ولا تترددوا أيضا بالضغط على مشاركة أو لايك.